يعني على كده ده ما تتحلقش. بسم الله الرحمن الرحيم. للإخوة الروحانيين والجماعة المهتمين بالأحجار الكريمة، العقيق نعرفه أصلي ولا لأ؟ ملوش غير حاجة واحدة بس تقدر تعرفه بيها لو أنت مش خبير قوي وحابب إن أنت تتأكد، ودي أي حد ممكن يكون بيها. شعرة راس، وتتلزق على الحجر زي ما انتوا شايفين، باين هنا ولا مش باين؟ شكل الاضواء دي باينه ولا مش باينه؟ كده دي فكت اصلا. عادي عادي هتتعرض كده. استنى يدي، معلش بقى هات لي شعره كمان. مش لاقيها وربنا هات شعره يا زميلي، علشان انا راجل اقرع ما عنديش شعر، فمضطر ان انا اخد شعره بيضه. في كام شعره بيضه كده؟ بيضه ايه؟ انا ماليش على اقعد انقلب، انا راجل اقرع ودقني قصيره مش عارف اطلع شعر دلوقتي. كل من الاسود حرام. ايوه انت طلعت شعر؟ لا. طب استنى، بسم الله الرحمن الرحيم، هطلع شعر. استنى بص انا هاخدها من النص. الراجل بياخد شعر يا جدعان اهو عشان اهو عشان تستريح. خدنا واحده اهي الخاتم كده، نجيب خاتم زي كده، نروح مثبتين عليها الايه الشعره بالوضع ده، ونولع الولاعه في الشعره. لا الشعره ولعت على طول بجد والله، عشان هربت من الحجر. لا ممكن انا كنت مريحه. معلش وقعت شعره تانية بقى. لا بجد اكتب الله في حلقه ربنا بجد حرام. بص بقى يا مزاولة، احنا دلوقتي هنقعد ننت في شعر وعلى ما فيش شعر. استنى شعرة ايه دي؟ شعرك انت ده؟ لا استنى كده، شعر ايه ده؟ ده دل الحصان. يلا بقى نجرب، عايزين نجرب ده كمان. دول الحصان حلو ما بيولعش. ما بس بيولعش. انت لما شلت الحجر، لما شلت لما هويت ايدك من على الحجر النار شبتت في ال... ايوه ما تهويش بقى ايدك من عند الولع. بص شايفين يا جدعان النار ما بتولعش فيها. برضه بتولع. لا ما انت عشان جاي من الحته اللي يا عم اديني شعرايه وانت امسك انت جربها بايدك اهو اهو. هات شعرايه انت، اخلع شعره وجربها انت، ما تخلعش. ممكن نجرب الشعر اللي قدامك. هذا الحجر وادي النور. صلع بلدنا وما بنفرقعش. سيب شعري في حالي، سيب شعري في حاله. كده انتوا عرفتوا ازاي تشوفوا الغيب. ايوه كده انتوا عرفتوا العيب بنختبره ازاي. ولع في الشعره يا ولعت، يبقى دي ما بقى ازاز، ما ولعتش يبقى ده مظبوط. السلام عليكم. بص بقى كده الفص شاكين ان هو اتكسر وعايزين نتاكد في عقيقه ثالثه ونشوف الموضوع بجد ولا لا. اخدنا من الراجل الطيب ده شعرها كمان على فكره نقرع بص هخلص على شعركم كلكم. شكلي بقى الفيديو كده بعد اذنك. ايوه وادي الايه الشعرايه، وادي الايه بسم الله الرحمن الرحيم شعريتين يا عم، شعريتين عشان فرصه الاحتراق تزيد. صح صح، ونتاكد برضو من الموضوع ده. بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى فرصه ان ايه واحده تتحرق، لا اتنين يتحرقوا اهو كده. اهو كده مشدود ولا مش مشدود؟ لا ما هو ايه. طب ما تشدها قصاد يا جماعه، يلا بينا بقى نشد قصاد بعض. بص انا بقى ايه ده، الشعرتين اتخلعوا. امسك الشعرتين، دي على الراجل ده يشيلها، وناخد الشعرية دي وهنروح عاملين فيها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، مسكتها من هنا اهو شايف، حاطط جل في شعرك، الشعر بيزحلق.
تعمل معانا التجربه دي اهو. ولع انت بالولاعه بقى. هتولع عادتي معايا مش عادية مش شخان. استنى اكتم انا النور شويه. اهي هنشوف انت بقى هتفصل الخاتم بالظبط. فصل الخاتم بس اصبر يجيب فصل الخاتم اهو. ايوه ولع النور يا جدعان. ما بتولعش. انا العيل اصلي الحاج طه سرجاني والعيب بتاع جوم عشان بيطلع مضروب. خلاص فهي كده ما اتحرقتش بدليل ان هي اهي. ثواني بقى زي ما هي. اتفضل يا باشا زي ما هي اهي. ايوه ثواني. امسك كده امسك. يبقى كده شعرك زي ما هو. يبقى كده انا اتاكدت ان انا العقيقه اللي معايا اصلي صح. الشعر انحرق يبقى يتكسر في اول عربيه تخبط فيه. تمام. وما نزعلش عليه. وما نزعلش عليه يا راجل ده كان مضروب وحش. مضروب والله والله العظيم. اهو الفيديو اللي قبله بيقول كده. الخاتم والفص بتاعه هو خاتم محترم. فانا دلوقتي بقنعه. طب عليه لفظ الجلاله. انا بقى لطيف طبار. طار الفص اتكسر مش مصدقني. حتى حز الفضه ما فيهوش عوجه. فباكد له بقى العقيق الاصلي ما بيتكسرش. ليه؟ لان التاني ولعت الشعره فوق. تعال نجرب العقيقه دي كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى جديد الموضوع ده صح؟ طب ادينا خليك تتاكد منه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. برضه العيب بتاع الراجل العيب دي اصليه يا اولاد. طلع محترم ومعاه عيق نضيف. شفت بقى تمام. يبقى كده عيقتك شعراتك اهي شعراته سليمه اهي. اتفضل يا باشا. عيل الحاج طه. اتفضل يا باشا شعراتك سليمه. عيل الحاج طه. اه صنع الحاج طه. يلا بينا يا حاج. لا انا ما بهركش في العيق. خلاص خليه. صنع الحاج طه. لا ما بهركش في العيق. صنع الحاج طه يا جدعان. اه اديله تهرب. الصلاه على النبي. اه اصبر نعللكم ولا ادي اهو صنع الحاج طه. والله والله صنع الحاج طه اهو يا جدعان. الشعره اهي. الله ينور عليك يا عم طه. جمعت بقى حق الحجر الصح من الحجر التعبان. عشان برضو لما تبقى شغال تبقى فاهم انت بتعمل ايه. دي حاجه برضو بتاعت الحاج طه. والله انت تعوج الحاج طه جاب لنا العرج. اه عرج السواحلي البتاع اللي جوه دي بتتحرك. اه عرج. اه كده تمام يا ريس. تمام يا حاج. جمعنا الفيديو وكده احنا كده جبنا النص التاني بتاعه. اشوفكوا في مكان تاني. سلام. الله فاتن ده سليم. الراجل ده بيتكلم صح. عيب عليك. بص كده بقى انا بشيل اهو الشعره زي ما هي ما تتحرقش. العيقه دي رقم واحد. انا شايله وعارف وربنا. طيب ما هو الراجل ده كده بيتكلم صح. دي عيقه شجري بجد غير اللي اتكسرت بقى يا عم جمعه. بس دي عيقه بجد بقى. شجري دي؟ دي شجري. دي محترمه. استاذ الخاتم اول ما ضرب ميه زرقاء عرفت. اختبر لنا بعدها. لما يكون ده مضروب.